احنا معانا تليفون من فرنسا. الو الو، مساء الخير. مساء النور. ازاي حضرتك مدام نانسي؟ اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ انا سعيد جدا نقبل ايديك سيدنا. سلام ونعمه. اهلا حبيبي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سيدنا. انا بدون ذكر اسماء سيدنا، انا بس بحكي قصتي باختصار جدا. ممكن تعلي الصوت بس شويه؟ عايزين نعلي الصوت يا شباب من فضلكم. حاضر كده. أيوة. كده احسن كده. تمام كده احسن. نقابل يديك يا سيدنا. اهلا حبيبي، مساء الخير. اهلا وسهلا سيدنا. انا سيدنا، انا قصتي باختصار خالص، انا بقالي اكثر تقريبا 20 سنه في فرنسا. قصتي سيدنا حصلت ان انا اتعرفت على شابه واحده، انسانه مش مسيحيه يعني، ودخلت معاها في قصه جواز مدني يعني للاسف، بس تحت كامباند ان هي هتبقى مسيحيه وهتتقبل تبقى كده يعني. للاسف سيدنا حصل الظروف ان انا اتجوزت تحت يعني. بس هسألك سؤال الاول يا حبيبي. تفضل سيدنا. نمرة واحد، انت جاوزتها من اجل الورق؟ لا خالص يا سيدنا، هي طيب. لا لا، ما كانش عشان خاطر الورق. هي عربية؟ لا، هي عربية مش مصرية؟ بالظبط يا سيدنا. مغربية تونسية جزائرية؟ ده بالظبط يا سيدنا، بالظبط. اوكي حبيبي، ماشي تفضل. وده حصل سيدنا، كان في بينا وعود للاسف، وكان في يعني ابونا الله يناح روحه، ابونا جرجس لوقا، كان هو متابع الموضوع بتاعي عن كسب يعني، وهو للاسف انا كان نصحني النصيحه ان انا ما اخشش في المجال ده الا لما يكون الوعود دي اتنفذت على ارض الواقع. وللاسف سيدنا انا يعني بقسوه قلبي كملت الطريق دوت على اساس ان انا يعني ايه، يبقى في ربنا في الوعود دي ممكن تتنفذ بعد كده يعني. بعد كده حصل لسيدنا ان هي في جواز مدني، وبعد كده حصل في انجاب لبنتين. للاسف سيدنا الطريق ابتدى يكون في معالم مش واضحه، ابتديت اكتشف ان في كل مره في حاجات بتحصل غير اللي كنا بنتفق عليها. اهلها ابتدوا يتدخلوا بعد ما كان خالص ان هي لغيت اهلها من قصه من حياتنا، والموضوع ابتدى يخش في قصص صعبه جدا جدا يا سيدنا. يعني الكلام ده انا اتجوزت بالظبط يا سيدنا في 2011، في 2013 سبت البيت ومشيت في 2015 يعني بالترتيب كده سيدنا. كان احداث مؤسفه جدا جدا، جه البوليس عندنا كذا مره للاختلافات اللي بيننا، لان كنا صوتنا عالي، لان بنختلف في حاجات، اول ما بيحصل فيه اختلاف كنا صوتنا بيعلى، وللاسف الشديد كانت في مشاكل كتير جدا 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 يعني. ضربت بعرض الحائط خالص يا سيدنا، وبقيت ماشي وفي طريق مجهول، مش عارف ارجع، ومش عارف، وفي بنات وفي اسره، في اسره هتتشتت الاسره. هنا سيدنا حسيت ان انا خلاص يعني بالظبط سيدنا القرار ده. انا بقالي سنتين سايب البيت خالص وبعيد عن البيت، خدت قرار ان انا مش راجع وماشي في اجراءات محكمه طلاق. انا ما اتجوزتش لا كنسي سيدنا خالص، ولا وثقت جوازي في سفاره او قنصليه. للاسف سيدنا اجراءات هنا بس هي بتاخد ورق يعني، بتاخد وقت شويه عقبال ما بتخلص. انا بقى سنتين، انا بقى لي اكتر من سنه ونص مقدم على اجراءات المحكمه طلاق ودي، وللاسف هنا بتاخد وقت. يمكن سيدنا ملم، لان سيدنا كان بيجي لنا كده كتير فرنسا، وانا اتشرفت ان انا سلمت على سيدنا هنا في فرنسا. بتاخد اجراءات شويه يا سيدنا. السؤال هنا يا سيدنا، هل الكنيسه، انا لازم يطلع لي شهاده، انا خطفت فعلا من واحده يعني انسانه مسيحيه من مصر، وبنت ربنا وبنت المسيح، وده اللي كنت بتمناه فعلا ده بامانه يعني، بس هي الكنيسه متوقفه ان لازم يطلع لي شهاده خلو وموانع. فهل يا سيدنا، السؤال هنا سيدنا، هل شهاده خلو الموانع مرتبطه بالقرار المدني اللي يطلع من المحكمه، ولا وبعدين يا سيدنا بس يعني نظره اعتبار ان سني عدى ال 40 يعني، انا كلها بالظبط خمس ايام او اربع ايام هيبقى عيد ميلادي 43، وخطيبتي في نفس الكلام يا سيدنا، بيبصوا للمنظور ان هو امتى هتخلص يعني، امتى هتخلص، ودي مشكله عندي يا سيدنا. هل انا مش عارف، هل منتظر لازم قرار المحكمه يطلع سيدنا، ولا مش عارف، محتاج بس كلمه من يافته من يافتكم. على التليفون ولا تمام؟ بص حبيبي، اتفضل يا سيدنا. غلطت في الماضي وعاوز تغلط في الحاضر، اسمح لي اقول لك بصراحه يعني. اولا انت اتجوزت جواز مدني واستمر لسنوات، وانت تعلم ان اللي مرتبط بزواج مدني من المسيحيين هو عايش في خطيه. اي نمره اثنين، ارتبطت من واحده غير مسيحيه وانت تعلم انها لن تدخل الى المسيحيه، لان انا مفروض
إذا دخلت المسيحية فيكون سابق للارتباط مش تالي للارتباط. نمرة ثلاثة، رغم أن أنت مرتبط بشكل خاطئ وواحدة غير مسيحية استمريت حتى أنجبت، والنتيجة أن أنت جبت بنات يعانوا في غياب الزوجة عن الزوجة يعني. الأمر الثالث هنا أنه من البداية زي ما حضرتك بتحكي أن الزواج فاشل وأن البوليس دخل عندكم كذا مرة، يعني العلاقة كلها ملخبطة. وأنا لا اسمح لي أكون صديق صادق معك، لا أبرئك من كل ما حدث، أنت الشريك الأكبر في الخطأ. طيب هنا دلوقتي حبيبي مش يعني مش عايز أجرح في مشاعرك كتير، إنما خلينا بقى الحاضر. سيد الحاضر، لا يمكنك على الإطلاق إنك ترتبط بأخرى إلا بعد إنهاء إجراءات المحكمة، لأن أنت لو ارتبطت بأخرى في الوقت المحكمة لم تصدر قرارها النهائي، وبقول النهائي بالفصل بينك وبين زوجتك الأولى، أنت أمام القانون تجمع ما بين زوجتين. وبالتالي أنت بتعرض نفسك للمساءلة القانونية. فلابد حبيبي أن أنت تنهي كل أمورك في الماضي بالكامل وتحصل على حكم المحكمة، ولأن كان سبق ليك الزواج حتى لو أنه مدني إنه إلا أنه موثق، فهنا أنت ما تقدرش تاخد ما يسمى شهادة خلو موانع زوجية. شهادة خلو الموانع الزوجية دي بيأخذها من لم يسبق له زواج، وأرجو الأباء اللي بيسمعوني يبقوا عارفين كده كويس. إنما أنت في نظر القانون مطلق، إذا بتاخد حكم الطلاق وبتروح بيه للمجلس الإكلينيكي وتقول أنا اتجوزت مدني فقط، فباخد من الكنيسة ما يفيد في فرنسا إن أنا ما اتجوزتش كنسي وإن الزواج ده كان مدني فقط، وبتاخد حكم الطلاق المدني وتقدمه للمجلس الإكلينيكي الإقليمي اللي عندك في أوروبا. يعني أنا أنا بالفعل بتواصل مع المجلس يا سيدي. معلش حبيبي أنا بكلمك، يعني قبل ما تيجي لبنتنا دي هتاخد حكم الطلاق المدني، وهتاخد من كنيستك ما يفيد إنك ما اتجوزتش كنسي، وبالتالي المجلس الإكلينيكي الإقليمي لأوروبا هيديك تصريح بزواج مشروط إن الخطيبة تبقى عارفة ظروفك السابقة. دي الخطوات، وأرجو بنتنا اللي مرتبطة بيك تعرف إن دي الخطوات. لا أنا مفاهمة على كل حاجة سيد، مفاهمة على كل حبيبي حاجة. بس لازم تعمل الإجراءات دي، إجراء مدني. سيدنا أنا حاضر بأمانة، أنا ماشي في الإجراءات كلها صدقني يا سيدنا، وعندي عندي جلسات وعندي مع يعني أنا هو بس الطلاق المدني الودي ده سيدنا بياخد وقت زمن يفتك عليه. أوافقك على حاجة غير قانونية. لا هو الغريب ان طلب منه شهادة خلو وموانع، ومفروض ان هو معرفهم انه متجوز مدني. هم مش فاهمين ان المدني وكانت احيانا نانسي بعض بينقال لهم انا مرتبط بواحدة كده انما ما اتجوزتهاش. فكأنه قدام القانون اكنها علاقة خاطئة خارج الزواج. لا انا معرفة هكملك بس حبيبي، لان في عقد الزواج ابونا مش هيكتب بكر، هيكتب مطلق. يعني ابونا اللي هيجوزهم لازم يكتب قدام الحاله الاجتماعيه مطلق. تمام. والا نخش في دايره تانية، هي بنتنا زعلت منه لاي سبب تقول ده غشني وهو كان متجوز. وكاتب بكر. فلازم طب مطلق دي هتيجي منين؟ انه في مستند طلاق وفي تصريح زواج من المجلس عنده في اوروبا. في اوروبا قبل ما يجي البنتنا دي. تمام كده يا فندم، في اي اسئله تانية؟ هو بس السؤال لسيدنا، هو يعني انا معرفها كل حاجه سيدنا، يعني انا مش مخبي، انا عارف حضرتك قلت لي حبيبي انا كويس ان انا تبقى كل حاجه سيدنا. انما لازم تعرفه وتعرفه مني وانا بتكلم دلوقتي، انه لازم الطلاق يتم ولازم تحصل على تصريح زواج، وبتيجي بتصريح الزواج هنا تتجوز. وبقول تصريح الزواج ليس من فرنسا، يعني مش من أنبا مارك مثلا، لا لازم المجلس الإقليمي، لأن تصريح الزواج بتاع الإبرشية أيا كانت لا يعتد به وفقا للوائح إلا داخل الإبرشية.
انما أيوة. عشان تيجي تتجوز بيه من مصر هنا يبقى لازم معتمد من المجلس الاقليمي بتاع اوروبا. بشكرك جزيلا، واعتقد يا سيدنا ان المشكله دي ممكن تفيد ناس كتيره قوي عندهم نفس الحكايه، لانه واحيانا الاباء بيبقوا مش عارفين الابعاد اللي انا بقولها دي كلها. بالظبط.